صباح الخير مس، صباح النور، كيفكم كيفك اليوم؟ مس؟ الحمد لله. كيفك يا ماجد؟ مش الوظيفة نقدر تعمل. تمام. بعد في محمد ولارا، محمد ولارا اليوم كانوا عم يحضروا؟ محمد عم يحضر. لارا؟ لا. اوكي. كريم بعد ما فات معنا؟ كريم عم يحضر. لا عم يحضر كريم، اوكي، ننتظره قليلا. بس الوظيفة لم أقدر أن نعم يا لما حسين. سطر. ما قدرت أعمل الوظيفة، الصفحة مغبشة كتير، ما قدرت أقرأ ولا حرف. صفحة مغبشة بالكتاب. نعم كتير. كنت صورت لك السؤال من اللابتوب عندي وبعثت لك اياها، ما مشيت بسيطة. طيب، بالنسبة لوظيفة التحرير ستكون لنهار الغد، سوف أصححها نهار الغد، ولكن اليوم سوف أتابع قاعدة التمييز. اوكي. طبعا قبل أن بحس نتابع. ان نعم يا ماجد. ما عم بقدر أسمعك يا ماجد. طيب، قبل أن نتابع تمارين التمييز نعود قليلا إلى القاعدة. قلنا سابقا بأن التمييز هو عبارة عن اسم منصوب نكرة جامدة يزيل الإبهام والغموض عن اسم المفرد يأتي قبله أو عن جملة. طبعا هو نكرة جامدة، نكرة لأنه لا يكون معرفة، يعني لا يكون معرفا بآل، جامدة لأنه لا يكون مشتقا من فعل، هو عبارة عن اسم جامد. ونحن قلنا سابقا بأن المعدود الذي يأتي، الاسم المعدود الذي يأتي بعد الأعداد المركبة العقود والأعداد المعطوفة يعرب دائما تمييزا. طبعا هناك تمييز مفرد، تمييز عن مفرد قبله أو تمييز عن جملة كما شرحنا سابقا. نتابع، في عنا سؤال الإعراب، السؤال الأخير. سؤال رقم 10. نعم، سؤال رقم 10، أي صفحة؟ يلا مساء الخير. شوف لي. نعم يلا نشوف. سؤال الأعراب، صفحة أعرب ما تحته خط فيما يأتي. صفحة 138. صفحة 138. الجملة الأولى: يا مجده بابا بارعا. بس هحل الوضع على دفتر. بابا بارعا. كيف حالك يا كريم؟ الحمد لله. كيفك؟ إن شاء الله بخير. شو أخبار المناقيش معكم؟ منيحة. شو؟ كأنك سكتت. لا
عم تسوي ماما مناقيش كتير؟ لا لا. هلا انتو بالبيت، انا توقعت ماما اسا هلا عم تبدع بالاكل اللي هي دايما بتعمله، ولا حلو كمان؟ بلى. اوكي حلو. طب تبعت لي دليفري. طيب مش حرام عليك، انت كريم وانا بستاهل. يا مجده بابا دار. يعني عادة هذه جملة تبدأ بماذا؟ هذه الجملة تبدأ بماذا؟ نداء، بيا. ما هي يا؟ حرف نداء. حرف نداء. هذه جملة تتضمن نداء، جملة إنشائية طلبية. هل الجملة التي، طبعا الجملة التي تتضمن نداء، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ فعلية. جملة فعلية. كيف عرفت يا حسين بأنها جملة فعلية؟ أنا كتطلب من المنادى الاستماع إليك. الجملة التي تتضمن نداء، سؤال يطرح، ما نوع هذه الجملة؟ البعض يعتقد بأن جملة النداء هي جملة اسمية، ولكنها هي جملة فعلية، لأن أصل الجملة يا مجده مثلا هنا أنادي، أنادي مجده. عفوا يوجد طبعا على الدال يوجد فتحة. أنادي مجده أصل هذه الجملة، هذا هو أصلها. عندما أقول أنادي مجده، عندما أعرب أنادي مجده، عندي أنادي فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، مجده مفعول به. يعني أنا لدي هنا فاعل زائد، طبعا فاعل زائد مفعول به. طيب الذي حصل بأنني، حسين بليز احكي مع محمد خليه يفوت معنا على الحصة. اوكي ماشي. حذفت الفعل والفاعل وأبقيت على المفعول به مجده، ووضعت بدل الفعل والفاعل يا الذي هو حرف نداء، فصارت الجملة يا مجده. فإذا يا هنا عبارة عن حرف نداء زائد منادى. فإذا الجملة التي تتضمن نداء يا محمد هي في الأصل جملة فعلية وليست جملة اسمية، لأن أصل الجملة يا مجده بابا ضارعا أنادي مجده، فحذفت أنا الفعل أنادي مع الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، ووضعت بدلا منه حرف النداء يا. لذلك عندما يطرح عليكم سؤالا، إذا طرح ما نوع الجملة التي تتضمن نداء، الجملة التي تتضمن نداء هي في الأصل جملة فعلية، حذفت الفعل والفاعل وضعت بدلا منه حرف النداء يا. واضح؟ طبعا يا حرف نداء، مجد منادى منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على أخيره، وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. طيب ما هو إعراب بابا؟ بابا هنا تمييز. تمييز. إذا هنا بابا تعرب تمييز. كيف نعرف بابا؟ أكمل يا حسين. تمييز منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، والثانية التنوين. والثانية للتنوين. طيب ضارعا يا كريم؟ بارع. نعم. من. نعت. نعت للمنعوت بابا. طبعا نعت للمنعوت بابا مرفوع وعلامة رفعه ضم الفتحة الظاهرة على آخره، والثانية للتنوين. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والثانية للتنوين. الذي أريد أن أقوله، علينا أن ننتبه، جملة التي تتضمن نداء هي ليست جملة اسمية، إنما هي جملة فعلية. كم رقما قياسيا سجل البطل؟ عندي كم؟ ماذا نسميها؟
انا كاميرا استفهاميه. كم رقما قياسيا سجل البطل؟ كم هي عبارة عن ماذا؟ كم كاميرا عبارة عن استفهاميه، ماذا؟ حرف استفهام، حرف استفهام أو اسم استفهام؟ اسم استفهام. أنا عندي بأدوات الاستفهام كما شرحتها سابقا، أدوات الاستفهام في عندي حرفان، همزة الاستفهام وهل. أما بقية الأدوات هي أسماء، يعني من، متى، كيف، كم، أين، هذه كلها أسماء استفهام. رقما، كم رقما قياسيا؟ عادة الاسم المنصوب الذي يأتي بعد كم الاستفهامية ماذا يعرب؟ تمييز. نعم يا محمد، تمييز. أحسنت. أعرب إذا رقما تمييز. تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والثانية للتنوين. الثانية للتنوين. رقما قياسيا، قياسيا مضاف إليه. لا، ليست مضاف إليه. لو كانت مضاف إليه يا محمد يجب أن تكون مجرورة. قياسيا منصوبة مثل التمييز، يعني هو العلامة عندي، في عندي اسم يقلد الاسم الذي قبله. ما الذي عادة يتبع الاسم الذي قبله؟ نعت. النعت. فإذا قياسيا نعت للمنعوت رقما منصوب مثلها وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره والثانية. والنعت دائما يتبع المنعوت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، قبل أن نتابع كتابة الأعراب أو نكتب الأعراب على الدفتر، انتبهوا جيدا إلى هذه الجملة: ألستم خيرا؟ نعم، هون في عندي المفروض علامة استفهام. ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحل؟ ماذا لدي هنا؟ مما تتكون ألستم؟ أن همزة الاستفهام، همزة الاستفهام ليس، أحسن، زائد، ليس زائد، ضمير زائد ضمير تاء المتكلم اللي هي ضمير متصل زائد ميم، ميم الجماعة. طيب، أنا عندي ليس، علينا أن أنتبه، ليس من، هل هو فعل تام أم ناقص؟ ناقص. نعم. فإذا أنا عندي بأسماء الاستفهام، في عندي أدوات الاستفهام، همزة الاستفهام عبارة عن حرف، وهل أيضا عبارة عن حرف. إذا أردت أن أعرب ألستم، ما هو أعرابها؟ اوكي. همزة الاستفهام حرف استفهام لا محل له، لا محل من الاعراب، لا محل من الاعراب. من يستطيع ليس ان يخبرني ما هو الفرق عندما نتحدث عن أداة الاستفهام او حتى أداة شرط؟ ما هو الفرق عندما اقول حرف استفهام وعندما اقول اسم استفهام؟ ما هو الفرق في الاعراب بين حرف الاستفهام واسم الاستفهام؟ طب أنا في عندي بأدوات الشرط، في عندي حرف شرط وفي عندي اسم شرط، ما الفرق هنا في الأدوات بين الحرف والاسم؟ الحرف يأتي لا محل له من الإعراب، الاسم يأتي، أحسن، الحرف لا محل له من الإعراب. حرف الاستفهام وحرف الشرط لا محل لهما من الأعراب، يعني لا يجلسان مكان اسم آخر، يعني ما بيكون مبني في محل رفع فاعل، ولا مبني في محل رفع مبتدأ، ولا مبني في محل نصب مفعول به مقدم إلى آخره. فإذا همزة الاستفهام حرف لا محل له من الأعراب، وهذا هو الفرق بين الحرف، حرف الاستفهام واسم الاستفهام. أما اسم الاستفهام له محل من الأعراب، مثل اسم الشرط أيضا له محل من الأعراب. يعني اسم الشرط في بعض الأحيان يكون في محل رفع مبتدأ، أحيانا يكون في محل نصب مفعول به مقدم، هذا بالنسبة لاسم الشرط. أما حرف الشرط هو حرف لا محل له من الأعراب. فإذا نكمل الأعراب، ليس
فعل ناقص جامد. فعل ماض ناقص. هلا هو طبعا جامد. احيانا المفروض انه انا اعرف بالتفصيل، فعل ماض ناقص مبني على السكون الظاهر على اخره، يدخل الاتصال على بي المبتدأ يدخل على المبتدأ والخبر، والخبر، فيرفع يبقي المبتدأ فيبقى مرفوعا اسم المبتدأ الله، مرفوعا اسم الله ويجعله، وينسب اسم الله، هو ينسب الخبر وينصب الخبر ويجعله، يبقي المبتدأ مرفوعا ويجعله اسما له، وينصب الخبر ويجعله خبرا له. طيب انا عندي ليس، اين اسم ليس؟ تاء تاء متكلم ضمير متصل. من يخبرني يا محمد؟ محمد، اين اسم ليس؟ تاء المتكلم ومين تاء جنبه؟ المتكلم، احسنت. طيب تاء المتكلم اكمل الاعراب، تاء المتكلم عبارة عن ضمير متصل. ضمير متصل واقع في محل نصب اسم ليس. ليه اسم ان اسم ليس يكون منصوبا ام مرفوعا؟ مرفوع. في محل وقت يعني ضمير متصل مبني، بدي اذكر حركة الضمير، مبني على الضم في محل في محل رفع اسم ليس. رفع اسم ليس، والميم للجماعة، الميم ألستم، لأنه يخاطب مجموعة أشخاص، ألستم خيرة؟ ما هو إعراب خيرة؟ نعم يا كريم. إذا أنا عندي ليس يا كريم فعل ماض ناقص، يدخل على المبتدأ والخبر فيبقي المبتدأ مرفوعا ويجعله اسما له، وينصب الخبر ويجعله خبرا له. ما هو إعراب خيرة؟ نعم يا كريم. نعم يا كريم، ليس فعل ناقص، له اسم وله خبر. حددنا تاء المتكلم في محل رفع خبر ليس. طيب خير، ما هو إعرابها؟ نعم يا كريم، خبر لي خبر، تكلم خبر ليس، أكمل الإعراب، منصوب خبر ليس خبر ليس يكون منصوبا، منصوب وعلامة طبعا نصبه علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. على آخره. طيب أحسن، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطونة؟ ما هو أعراب بطونة؟ عبارة عن اسم نكرة جامد. الاسم النكرة الجامد، الاسم النكرة الجامدة التي تزيل الإبهام والغموض عن جملة قبلها، ماذا نعربها؟ تمييز. نعم، تمييز. تمييز. فإذا إعراب بطونة تمييز، ولكن تمييز جملة، تمييز عن جملة وليس تمييز عن كلمة مفردة. منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخر. فتحة ظاهرة على آخر. طيب الآن سوف نكتب الإعراب بابا ضارعا، بابا تمييز منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. نكتب الآن طبعا، وبعد ان بعد اعراب بابا ضارعا نكتب هذه القاعده الهامه للنداء. طبعا قاعده النداء موجوده في الكتاب ومطلوبه لهذا العام، طبعا سوف تشرح، ولكن هذه مثل ملاحظه لكي نعرف بان جمله النداء هي في الاصل جمله فعليه. فاذا نكتب هذه الملاحظه على الدفتر، دفتر
نستطيع أن نكتب الإعراب على دفتر القواعد. حسناً؟ أوكي. ونكتب القاعدة لأنها مهمة جداً. ما حدا قادر يفتح الكاميرا؟ لا يا مس، أنا عند خي عم متعلق من غير ما أفتح الكاميرا. جملة النداء هي في الأصل جملة فعلية مؤلفة من فعل فاعل وفاعل ومفعول به. حذف الفعل والفاعل وحل محلهما حرف النداء، طبعا اللي هو طبعا هنا يا. أما المفعول به فصار يدعى المنادى. كان اسم المفعول به صار هنا المنادى. طبعا المنادى منصوب مثل مفعول به. أعطيت مثالا، أنادي رجلا يا رجلا. رقم تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. قياسيا نعت المنعوت طبعا. المنعوت رقما والنعت يتبع المنعوت في جميع حالاته. أنهينا الكتابة؟ لا نبني حوائي. صرنا بجملة النداء. أنهينا القاعدة؟ لا يا مس. لا مسبحت. وين صرنا رقما؟ لا فوق. قاعدات النداء مهمة جدا، من أهم القاعدات. إذا بما أنه ليس ما
من الأفعال الناقصة، سوف أكتب الآن قاعدة الأفعال الناقصة. أنهينا الكتابة؟ أمس. وين صرنا يا محمد؟ أما المفعول به فصار رقماً؟ إيه. طيب. بعد همزة الاستفهام سوف نكتب قاعدة الأفعال الناقصة. الأفعال الناقصة هي كان، أصبح، أمسى، ظل، بات. ما هي؟ من يعددها لي؟ محمد. محمد، ما هي أمس. الأفعال الناقصة؟ بس لحظة. كان أصبح كان، أصبح، أمسى، ظل، بات. وسارة. سارة. شو عندي أنا هون؟ ألستم؟ إذا بالله. ألستم؟ أين الفعل الناقص؟ ليس. ليس. أضحى. أيضا من يكمل؟ ما دام من برح من فك. ما زال، يا ما زال، عفوا، ما برح. ما برح، ما دام من فك. ما فتي. من فك. ما دام. ما هي وظيفة الأفعال الناقصة؟ ما هي وظيفة الأفعال الناقصة يا كريم؟ نعم يا كريم. ماذا تفعل الأفعال الناقصة؟ كريم. ما هي وظيفتها الأفعال الناقصة؟ ما هي مهمتها في الحياة؟ تدخل على ماذا يا كريم؟ تدخل على المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر. ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ. تنصب المبتدأ. لا، ترفع مرفوعا. تبقى المبتدأ مرفوعا.
وتجعله ماذا؟ يتحول المبتدأ إلى ماذا؟ بطل في شيء عندي اسمه مبتدأ. شو مبتدأ؟ نعم يا كريم. نعم يا محمد. الناقص هتدخل على الجملة الفعلية فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب لحظة شوي، لحظة. تدخل على الجملة الفعلية، الاسمية على الجملة الاسمية، يعني تدخل على المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر فتبقي المبتدأ مرفوعا فتبقي وتجعله المبتدأ مرفوع اسما. وتجعله اسما لها وتنصب الخبر وتجعله خبرا لها. أحسنت، وتنصب الخبر وتجعله خبرا لها. تفضل اكتب. طبعا الأفعال الناقصة تعمل عمل عكس أي أحرف. ما هي الأحرف التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ وتجعله اسما لها وتبقي الخبر مرفوعا وتجعله خبرا لها؟ أن الأفعال ما هي؟ المشبهة بالفعل، نعم يا حسين، الأفعال المشبهة بالفعل هي اللي بتدخل على الجملة الاسمية ماذا تنصب نسمي المبتدأ. الأحرف التي تدخل على المبتدأ والخبر وتنصب المبتدأ وتبقي الخبر مرفوعا؟ ماذا نسميها؟ هي الأفعال المشبهة بالفعل، مش عم بسمع. الأفعال المشبهة بالفعل يا مس، الأفعال المشبهة بالفعل. الأحرف المشبهة بالفعل، الأحرف المشبهة بالفعل. أنت الشاطر بألف يا حسين. الأحرف المشبهة بالفعل، لماذا سميت أحرف مشبهة بالفعل؟ لماذا تشبه الفعل؟ تشبه الفعل في ماذا؟ أنا نفس عدد الأحرف، تشبه الفعل بأنها بتتضمن نفس أحرف الفعل، وحركة آخر الأحرف المشبهة هي الفتحة. ما هي الأحرف المشبهة بالفعل؟ إن ما هي كأن الأحرف لكن المشبهة بالفعل؟ إن كأن لكن لكن ليس يوجد شد على النون بلكن. لكن ليت، ليت ولعل. لعل. الشد على لكن، عندما أجد الشد على النون بلكن بتكون حرف مشبه بالفعل. لما ما بيكون في عندي شد على لكن بتصير لكن، يتبطل حرف مشبه بالفعل، بتصير حرف عطف. واضح؟ كتبنا نعم القاعدة؟ عم بكتبها بس نعم. وين صرنا؟ أنا تحت آخر سطر. ماشي الحال يا ماجد؟ أنهيت الكتابة؟ لا.
خير خبر ليس منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. بطونة تمييز جملة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أنهينا الكتابة. نعم كريم أنهيت الكتابة يا كريم؟ إلى أمس بس شو محمد؟ لا مس بعد هذا السؤال الأخير في قاعدة التمييز. طبعاً قاعدة المفعول معه الموجودة في الكتاب بعد هذه القاعدة غير من داخل بالامتحان امتحان الشهادة، ولكن سوف نمر مرور الكرام على تعريف المفعول معه. عندما تحدثنا عن المفاعيل قلنا بأن المفاعيل هي خمسة، صح؟ ما هي المفاعيل؟ أن المفعول به، المفعول فيه، المفعول المطلق. ما هي المفاعيل؟ أولاً المفعول مفعول مفعول به. تعرفنا على المفعول، مفعول فيه، المفعول المطلق. المفعول المطلق الذي هو يتضمن، الذي هو عبارة عن مصدر يتضمن نفس أحرف الفعل الذي يأتي قبله. أيضاً المفعول المطلق بعد المفعول مفعول فيه. المطلق المفعول فيه الاسم الذي يدل على زمان أو مكان، ماذا نسميه؟ مفعول فيه. مفعول فيه، يعني مفعول فيه قد يكون عبارة عن ظرف زمان أو ظرف مكان. ظرف مكان. ما المقصود بظرف زمان أو مكان؟ ظرف الزمان هو عبارة عن اسم يدل على زمان معين، والمكان وظرف المكان يدل على مكان معين. ظرف المكان اسمه مفعول فيه، وظرف الزمان أيضا اسمه مفعول فيه. أيضا سوف نتعرف اليوم على المفعول معه. مفعول معه، المفعول الأخير ما هو؟ المفعول لأجله. مفعول لأجله. طيب من يعرف منكم ما هو المفعول معه؟ ما في داعي نكتب.